ومعنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من غازي عنتاب الكاتب والمحلل السياسي السوري سيد حافظ قرقوط، مرحبا بك سيد حافظ. إذا مركز المصالحة الروسي تحدث عن 105 ألاف مدني خرجوا من الغوطة الشرقية، ما مدى صحة هذه الأرقام؟ تحية لكم لمشاهديكم. لا أعتقد أن هذه الأرقام دقيقة ولم يتم الإحصاء الكلي إلا بعض الإحصاءات التي خرجت كما ذكرتم عبر الاتفاقات نحو الشمال السوري، لكن بعض الذين خرجوا باتجاهات مختلفة بأنحاء دمشق لم يتم إحصاؤهم بشكل عام، ولكن أكيد أقل من هذا العدد بكثير. ما الهدف من تضخيم هذه الأعداد برأيك النازحين؟ تضخيم إعلامي ليس تبلي إحباط من تبقى في دوما. عندما بدأ القصف حقيقة بدأ النظام وروسيا يوجهون القصف لكي القصف بحد ذاته يعود ويوجه السكان للرحيل نحو دوما، فحصل أغلب السكان داخل دوما قبل أن يخرجوا من الغوطة قادمين من عدة مناطق أخرى نحو قلب دوما طبعا، وبعضهم حتى بقي بالشوارع والحدائق لأنه لا توجد أماكن لاستيعابهم، حتى كل الملاجئ امتلأت على بكرة أبيها كما يقولون. الآن بقي دوما حقيقة هي التي مع ما فيها، لكن هذا العدد من المدينين حقيقة يتم تضخيمه حتى الآن لأن هنالك قلق وخوف من الأهالي من النظام والميليشيات. نعم. لأنه حقيقة نخشى من الانتقام من هذا من كل ليس المدنيين فحسب، هذا الخروج صاحبه خروج لمقاتلين مسلحين. برأيك ما أهداف النظام وحليف روسي من السماح للمقاتلين بالخروج من الغوطة؟ يعني بكل الأحوال ما في عنده خيار النظام، لأنه إذا بده يظلوا القادة المقاتلين لآخر لحظة، يعني خلينا نتذكر بسنوات ماضية مخيم جنين فلسطيني عرضه كيلومتر واحد أنهاك إسرائيل بكل قوتها. الآن ما جرى في الغوطة رغم استعمال النابالم والفوسفور وكافة الأسلحة، يعني بعض الثواني كان ينزل فيها عدة قذائف على نفس المنطقة، حتى بعض الشهداء لم يتم دفنهم أو إلا بعد ساعات طويلة من استشهادهم. لكن أعتقد بأن حجم الدمار وكثافة السكانية في الغوطة أجبرت تلك الفصائل على الخروج. الآن نحن لا نثق كثير ببعض الفصائل، طبعا ليس كفصائل، بعض قادة الفصائل الذين بالأساس كنا من أيام حلب الشرقية وكما ذكر تقريركم كانت واضحة المعادلة لنا كسياسيين. لا. هم فاوضوا لوحدهم، هم لم يتكلوا على السياسيين. كل فصيل اعتقد بأنه يمكن أن يفاوض بشكل منفرد وأن يتصرف بحارته بشكل منفرد، ترخوا للنتائج. ونحن كنا ندرك بأن النظام بالنهاية سيقضي على كل من يعارضه. والآن حتى وعب شاشتكم أقول حتى أن انتهى من الغوطة سيتجه إلى الجنوب وإلى إدلب وإلى ريف حلب وإلى بقية المناطق والقنيطرة أيضا، وبعد ذلك أيضا سيتجه إلى قلب دمشق وإلى المناطق التي تحت قبضته الآن، ربما الأكثر طبعا المعارضين. ومنذ فترة بسيطة أخرج قانون حتى الجرائم الإلكترونية بما معنى سيلاحق حتى الفيسبوك وتويتر. هذه الأنظمة الدكتاتورية قيادها الانتقام والإحباط لتبقى هي مستمرة، وبوتين من نفس هذه الطينة. نعم، شكرا جزيلا لك من غازي عنتاب عبر سكايب كاتب المحلل السياسي السوري سيد حافظ قرقوط.